بكلمك هنا من ارض المنير. المنير هنا بلد يعني من البلاد الكبيره اللي بتزرع عندنا قلقاس، والمساحه على مستوى المركز 1326 فدان، 1326 فدان قلقاس. المنير لوحدها بتزرع 1150 فدان، بعد كده الصحافه بتزرع الجزء الباقي. بالنسبه لزراعه القلقاس، القلقاس بيبدا انسب معاد للزراعه هنا في شهر 2 وشهر 3، بيستمر في الارض لمده ايه من 7 ل 8 شهور، وبنبدا ايه ينحصد القلقاس. بتزرع القلقاس على اساس ان القلقاس محصول مربح، محصول كويس وبيجيب دخل كويس، تكلفش كتير في الرش، ولا بيحتاج رش ولا بيحتاج حاجه. كل اللي فيها التسميد، بيحتاج تسميد بس عالي، انما بالنسبه للرش والحاجات ديت ما بيحتاجش مبيدات بالنسبه ديت ليه للقلقاس. طبعا دلوقتي القلقاس الفدان بيحتاج تقاوي من 2 و 2400 كيلو، 2 طن و400 للفدان، دي بالنسبه ايه للتقاوي. بالنسبه للانتاج الفدان بيجيب من 12 ل 14 طن. انا اسمي شحت نجاة عبد العظيم متولي، انا بنزرع القلقاس طول عمرنا في الارض هنا على طول القلقاس، لان الارض هنا ما استخدامها القلقاس، وبنزرع مع القلقاس مثلا فراوله، فلفل، قوطه، خياره، قمح، كل الزراعه بتتحمل مع القلقاس برضه. وبنزرع القلقاس خرط زي ما حضرتك شايفه كده. فطبعا الارض هنا ما تنفعش غير في زراعتها الاساسيه القلقاس معانا، عشان الارض هنا طبيعه الارض بتاعتنا بتتحمل في القلقاس غير اي زراعه تانية، وبتتشال معاها مثلا فاصوليا، فراوله، فلفل، طماطم، اي زرعه بتتحمل مع الايه مع القلقاس. وتسويق بقى طبعا لما القلقاس بيستوي مثلا بيجي ميعاد السوا بتاعه، بنطير الالس بتاعه وبنجيب تاجر يشتريه، وبيجي هو بياخده يوديه المحلات اللي هي الشنايش. حضرتك احنا بنيجي على القلقاس بنشتريه من الفلاح، سواء بالكيلو او سواء بالقراط كده حسب ما اتفقنا والفلاح. بعدين ابتدي اخده اجيب الرجاله بتاعته او العمال يشتغلوا، ياخد مراحل الشغل بتاعته زي ما انت شفت حضرتك. يبتدي يتقلع الاول بالطريقه اللي انت شفتيها، ويبتدي ياخد مراحل التنظيف ويتعبى. بعد كده ده بيتحمل على العربيات ويروح بقى للاسواق حسب ما يودي، ان كان سوق العبور او اسكندريه مثلا. جملته بتروح من 9 ل 11 جنيه.